واحدة فاكرة انها مصدقة انها لما تروح الكوافير او تهتم بجسدها ده عمل جسداني مش كويس. لا يا بنتي، اهتم بنفسك جسديا محدش يقول حاجة، وروح الكوافير ودي مش حرام، وما تحبكهاش قوي كده. ناقصة تقول لما اغسل وشي واسرح شعري يبقى اهتمام بالارضيات. يعني ده تطرف. انتوا تتركوا التطرف يعني الاعتداء بس؟ لا، برضو التطرف يعني الخروج عن الوضع الطبيعي. وبعدين بتقول وانا سمعت ان المرأة لازم تهتم بجسدها ومكياج وشعر وزواق علشان زوجها ما يدورش بره. ولو كان ده يبقى ايه حدود الزواق؟ برضو الاعتدال كويس. للمرأة ترفض رفضا كاملا انها تزوج نفسها ويبقى منظرها غير مقبول شكلا وموضوعا، ولا انها تبالغ بحيث تبقى نوع من التبرك. الاعتدال كويس في كله، والاعتدال في المكياج كويس، والاعتدال في النظافة والاناقة كويس. يعني التطرف وحش.